أستاذي، إذا تحدثنا عن الفائدة المرجوة للمذكرة فإننا نتحدث عن فائدة متعددة الأطراف. لدينا اليوم حول العالم 32 ألف جامعة، وجامعة إدلب جزء من هذه المنظومة الدولية. بالنسبة للطلاب هذا الأمر في غاية الأهمية. هذه المذكرة وهذا البروتوكول الذي تم توقيعه يضفي ويساهم في إعطاء الشرعية لجامعة إدلب، بالتالي الشرعية للشهادة التي سيحصل عليها الطلاب. خلال شهر بجيب له اعتماد لشهادته، ولكن الاعتماد هو فيك، اعتماد وهمي أو اكريتيشنال، اعتماد ما له أي قيمة وما له أهمية، وبضر الجامعة أكثر ما فيها. إنه هذا الشيء يشمل الخريجين القدماء والخريجين الجدد. أي خريج من هذا البرنامج بغض النظر عن السنة اللي تخرج فيها يشمل الاعتماد، لأنه هو الاعتماد للمحتوى وليس أنه لأي سنة تخرج فيها الطالب.